وللحديث أكثر مشاهدينا عن تخادم إيران وميليشياتها مع المصالح الأمريكية في المنطقة تحت الدعاء المقاومة، ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور هلال الدليمي. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله دكتور. قياديون في الميليشيات الموالية لإيران صرحوا بأن الأخيرة إيران هي من تحدد نوع الهجمات على المصالح الأمريكية تجنبا كما يقولون لمواجهة أوسع عسكريا. هذا التصريح وتصريح ترامب من قبل أن إيران اتصلت معه بعد مقتل سليماني لتطلب منه توجيه ضربة صاروخية، ما الذي يكشفه هذا الأمر برأيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولقناة الرافدين والعاملين عليها. نسأل الله أن يجعل هذا العام عاما فيه الخير والبركة والأمن والأمان على كل المسلمين في العالم، وأن يحمي أخواننا في فلسطين وفي غزة من هذا العدوان السافر. عودة إلى سؤالكم، أن الولايات المتحدة الأمريكية عندما غزت العراق أعطت إيران دورا قياديا في هذا المجال، وهذا هو اتفاق قديم ومشروع الأمريكي الإيراني مشروع واحد، وما تفضلتم به تدعمه الحقائق على الأرض، لأنه الآن معركة طوفان الأقصى مر عليها ما يقارب 3 أشهر تقريبا، والدعاءات المقاومة الفاشلة الكاذبة أطلقت قسم من الطائرات المسيرة والتي متفق عليها مسبقا، لم يقتل أمريكي واحد في القواعد الأمريكية التي تقع تحت سيطرة كما تدعي هذه الميليشيات، ولم يجرح أحد، ولم تعلن الولايات المتحدة الأمريكية ولا سفارتها ولا المقرات التي تضرب هنا وهناك بأنها قد تعرضت لخسارة. إذن هناك اتفاق على نوع الضربات كما تفضل تقريركم، لأنه العملية عملية دعائية، وأن الولايات المتحدة الأمريكية قبل أن تبدأ الهجوم على العراق واحتلال العراق بشكل الاحتلال العسكري المباشر في عام 2003 في مؤتمر لندن أعطت القيادة لإيران وأولت لإيران الأهمية الكبرى، وعندما تضايقت الولايات المتحدة الأمريكية من فعل ضربات المقاومة الحقيقية للاحتلال الأمريكي بالعراق أوعزت لعملائها لتنفيذ ما يسمى العسكريين الإمامين العسكريين ضابة الإمامين العسكريين لكي تحدث الفتنة التي بالنتيجة تخدم الاحتلال الأمريكي، كما أن قيادات إيران وقيادات الميليشيات هي التي أتت بها إيران وهي التي أسستها، فمن غير المعقول وغير الممكن أن تنقلب العميل إذا إلى مقاوم. هذا الكلام أن نحن بالعراق خاصة نعرفه على بالفطرة، لأننا عايشناه ونعرف من الذي عانى الأمريكان ومن الذي أسس هذه الميليشيات ومن الذي سلحها ومن الذي يدعمها ولا زال يدعمها. وإزاء هذه الصورة والتصريحات دكتور والتي فيها ترتيب مسبق ما بين الميليشيات الموالية لطهران وأمريكا، إزاء هذه التصريحات يبدو أن الأمور لن تذهب أبدا إلى مواجهات أوسع. هذا الكلام حقيقة تعتمد على أن هناك أطراف ربما تتمادى أو تتجاوز الحد المرسوم له ثم تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بالرد، لكن معطيات الأمور على الساحة أن الجميع متفقون على نوع الحرب الإعلامية التي نسمع عنها منذ 1979 ولحد الآن، وهذا الكلام الذي ظاهره العداء وباطنه الاتفاق دلت عليه نتائج الحرب عندما سحبت الولايات المتحدة الأمريكية من العراق، سلمت العراق لإيران وسلمت سوريا لإيران وعانتهم على بث الدعم الحوثيين في اليمن، وهذا الكلام كله يدل على أن هناك مشروعا مشتركا ما بين المشروع الفارسي والمشروع الأنجلو أمريكي الصهيوني في الشرق الأوسط، وهذه الادعاءات وهذه الأمور تدل بشكل واضح على أنهم متفقون على التخريب في المناطق المحيطة بالكيان الصهيوني وجعل المد الإيراني أو المشروع الإيراني وما تسمى التشيع الإيراني في هذه المناطق هو المشروع القادم، بأن يسمحوا إعلاميا لهذه الميليشيات أن تقوم بهذا العمل ولا يسمح لغيرهم حتى بالتظاهر. إذن هناك مشروع واتفاقات
ضمنية تري الهدف منها هدف أوسع من الموضوع الذي نتحدث عنه. ومشروع غزة مشروع، وموضوع المقاومة والجهاد في فلسطين جهاد مقدس لا تشترك فيه إيران عمليا، لأنها لا تتفق مع المبادئ التي ولكن تقوم عليها دكتور المقاومة أصلا. نعم، في هذا المحور يعني بالتحديد، وفي هذا الإطار، هذا التنسيق الذي يتم تحت الطاولة ما بين إيران وأمريكا وقواعد الاشتباك المتفق عليها مسبقا، لمن موجهة وما الغاية منها إذن؟ أخي الكريم، هناك مشروعا أخطر مما هو معلن الآن، هو عمليا إضفاء الشرعية على هذه الميليشيات الإيرانية التي مولت أمريكيا وأسست أمريكيا لكي تمتد إلى الشرق الأوسط بشكل أكبر تحت راية المقاومة وحجة المقاومة ودعم المقاومة. وهذا ما هذا المخطط يجب أن ينتبه إليه الجميع الذين يساندون الكيان الصهيوني بحجة أو بأخرى، لأن الحرب ستكون عليهم، لأن هذا المشروع يستهدفهم بالأول، وخاصة دول الخليج ودول الشرق الأوسط المحيطة بالكيان الصهيوني، لأنه هذا الموضوع هو الهدف الأساس. وما قامت به الميليشيات بالتظاهر والتجمع على الحدود الأردنية إلا دليل ساطع على ما نقول. فهذا الأمر أصبح واضحا، وإلا سوريا مفتوحة لهم، لماذا لم يقوموا بعملياتهم العسكرية الذي يزعمون أنهم مقاومة في ضرب المصالح الكيان الصهيوني في الجولان وفي جنوب لبنان وغيره؟ ولكن هم احتشدوا لقتل أهل السنة في هذه المناطق وتخريب هذه المناطق، ومن ثم وزعوا ميليشياتهم في سوريا والعراق بالتخريب الممنهج الاجتماعي من السرقة ومن المخدرات وتجارة المخدرات. وهناك أمور حقيقة أكثر خطورة يخططون لها على المدى البعيد التي تستهدف مكة والمدينة. هذا هو الملخص باختصار شديد. بالحديث عن غزة في ظل قواعد الاشتباك هذه ومنع وقوع مواجهات أوسع، هل لا يزال هناك إمكانية لتلبية ما تسمى جبهة المقاومة والممانعة لدعوات المقاومة في غزة لوحدة الساحات؟ الموضوع إعلامي، ليس موضوع حقيقي. الذي يريد يدعم غزة ويدعم المقاومة الفلسطينية والمقاومة الإسلامية في حماس، أعتقد أنه الأسلوب أكثر وضوحا الآن، بأنه تركوا بمفردهم يواجهون عدوا ويواجهون كل آلة الكفر الأمريكية والأوروبية التي تساند الكيان الصهيوني، وهم يساندون إعلاميا ويقومون بحركات بهلوانية لا تضيف شيئا. الجبهة المقاومة إذا لم تكن مبنية على الصدق وعلى النية الحقيقية لن تكون هناك جبهة مقاومة. الدعم المادي ربما يراد منه توريط أحد الأطراف أو الخلاص من أحد الأطراف أو دعاية لإغراض أخرى. إذن بات على المقاومة في غزة أن تواجه الاحتلال وأمريكا وآلتهما العسكرية الوحشية لوحدها، رغم كل ادعاءات الحرس الثوري وفيلق القدس وحزب الله بأنه مساند للمقاومة ومحور للممانعة. هذا الكلام أصبح واقعا على الأرض، لا نريد أن نقول أكثر مما قلنا، لأنه الحرب ليست مفاجأة، صار لها 3 أشهر مضى عليها. ماذا قدمت هذه الجهات التي تدعي المقاومة غير الحركات البهلوانية المتفق عليه الذي أشار إليها تقريركم، وهي واضح على الأرض ماذا قدموا للمقاومة؟ الذي يريد أن يقاوم يقاوم فعلا، يعني نعم. نحن نتذكر المقاومة العراقية ماذا فعلت بالاحتلال الأمريكي؟ بصمت وبعمل، لأنه الله سبحانه وتعالى يقول وقل اعملوا فسر الله عملكم ورسوله والمؤمنون. أما الأقوال والأفعال والإعلام، احنا حقيقة هذا الأمر شبعنا منه قولا ولم نرى فعلا. من عمان الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور هلال الدليمي، شكرا جزيلا لكم على هذه المداخلة.